وفي بيت لحم امتلأت ساحاته وأدراج كنيسة مار شربل بالمؤمنين القادمين من مختلف المناطق للاحتفال بعيد القديس شربل على أنغام الجوقة التي صدحت بالترانيم الخشوعية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي الذي أعدته مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. يا شربل صلي عنا. ترأس المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا للموارنة والنائب البطريركي في القدس والأردن والأراضي المقدسة قداسا احتفاليا بمناسبة عيد القديس شربل، وذلك في كنيسة مار شربل في بيت لحم بدعوة ومعاونة رئيس الدير الأب يعقوب عيد والشماس صبحي مخول. امتلأت أدراج وساحات الكنيسة بالمؤمنين من مختلف المناطق بحضور ممثلي المؤسسات الرسمية والراهبات والجوقة التي صدحت أصواتها بالترانيم بالطقس الماروني، وفي عظة القداس التي شرح من خلالها سيادة المطران الحاج عن حياة القديس شربل ودوره بحياتنا وبمعجزاته الشفائية اللامتناهية، كما وشكر نورسات الأردن لتغطية الاحتفالات في الأراضي المقدسة. ينادى عليكم اليوم بعيد القديس شربل، القديس العظيم يلي تقريبا بكل العالم اليوم عم بيشاركوا بالصلاة وبالتأمل وباستذكار حياة هالقديس، كيف صار قديس هيك عظيم، وخاصة بهالأيام هيدي يلي نحن عم نعيش فيها بنعم كبيرة. بقى نحن بهالنهار هدا جايين نحتفل وبنشكر ربنا على كل المؤمنين اللي عم بيتوافدوا من كل حد من وصاب من أرض المقدس من الناصرة من حيفا من وين ما كان حتى يجوا يشاركوا معنا بهالمناسبة هيدي عيد مار شربل اللي هو الأحد الثالث من شهر تموز. بقى نحن رح نصلي اليوم على نوايانا وعلى نواياكم لحتى ربنا بشفاعته يعطينا أكثر نعم، لأنه فعلا بحاجة، الشعوب بحاجة، العيال بحاجة، الناس بحاجة، الدول بحاجة، لأنه مثل ما شايفين كأنه الشر عم بيتعاظم وعم بيتكاثر. إنما دايما نحن بنتأمل بكلمة الرب بالإنجيل الزرع الجيد، والزرع الجيد هو كلمة الله، وهي كلمة الله انزرعت بمار شربل لك شو أعطي. نحن بنعيدكم كمان وبنشكركم تلو المير نورسات الأردن يلي أنتوا عم بتوصلوا كل هالبشرة إلى كل العالم، ولو منكم أنتوا يمكن الناس في ما بيعرفوش لا في صلوات ولا في قداس ولا في مار شربل ولا في قديسين، ولكن أنتوا لكم دور كبير، وإن شاء الله ربنا بيحميكم ومار شربل يعطيكم القوة لحتى تتابعوا هالرسالة المقدسة. وكان يقولوا دائما لو مار بولس عنده تليلوميار كان عطى اكثر. بقى انتم هلا اني عم بتقوموا بهالدور، انتم صوت الكنيسي المدوي اللي بوصل للاخير، انتم عم تنقلوا الاخبار الحلوه والساره والبشره الساره لكل العالم، وهذا اليوم المطلوب. بقى رغم كل الغيوم ورغم كل الاخبار المش منيحه ورغم كل الاشياء اللي عم نسمعها، ها انتم بواسطه تليلوميار عم تنقلوا لنا مار شربل الى العالم، كلمه المسيح بالاول والعذراء ومار شربل والقديسين لحتى يعطونا هيك نفس جديد وحياة جديدة، يقول لا يا عم الحياة مش مصايب، حياة فيها بركة وفيها نعم وفيها الله حاضر معنا وبحبنا. شكرا لكم كتير ونعد عليكم. وبعد القداس تم حفل استقبال في قاعة الكنيسة وتقديم التهاني بهذا العيد المميز. يا شربل سعدنا، يا شربل سعدنا. فيا مار شربل، كما كنت في حياتك على الأرض تحمل هموم الناس وتصلي من أجلهم وتشفيهم، تشفع لنا بنعمك العظيمة، فأنت الطبيب المعالج وفرح السماء والأرض ومساعد المحتاجين وكوكب ينير طريق التائهين. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة مار شربل بيت لحم. يا شربل صلي عنا.